تاريخ وبداية مختلفة عن أي جامعة ممكن تسمع عنها، ابتدت في الجنوب وانتقلت للشمال ورجعت مرة تانية لمكانها الأصلي في الجنوب. بيميزها حاجات كتير من مساحات واسعة ومباني من طراز فريد عن أي مؤسسة تعليمية تانية. أولى خطوات إنشاء الجامعة بدأت بعد اتفاقية أديس أبابا عن طريق حكومة الإقليم الجنوبي سنة 1973، وكانت فكرة إنشائها وقتها هي فكرة لكلية تدريب عليا، بعدما أصدر رئيس الجمهورية جعفر نميري قرار إنشاء كليتي الموارد الطبيعية والاقتصاد والدراسات الاجتماعية، وده كان سنة 1975 استجابة للحاجة إلى التعليم العالي في المناطق الجنوبية من السودان. الجامعة بدأت في استقبال الطلاب سنة 1977، وفي أكتوبر من نفس السنة أطلقت الجامعة الدراسات الجامعية وبدأت بأربع كليات. وفي سنة 1978 أنشئت كلية الطب، وكانت بتضم طلاب من الشمال والجنوب. تغيرات كتير حصلت في جامعة جوبا، وبسبب الحرب الأهلية السودانية الثانية انتقلت إلى الخرطوم في الشمال، وده عشان سلامة الطلاب والموظفين. لكن بعد توقيع اتفاق السلام الشامل سنة 2005 وإعلان انتهاء الحرب، بدأت أولى خطوات عودة الجامعة مرة تانية للجنوب، وعادت بشكل كلي بعد ما حصلت جنوب السودان على الاستقلال في عام 2011. جامعة جوبا واحدة من 7 جامعات عامة في جنوب السودان، وبتضم دلوقتي حوالي 29 ألف طالب، وهدفها الأول هو التدريب والبحث والتوعية المجتمعية والقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، والأهم إنها بتشهد توسعات كبيرة في الجوانب الأكاديمية والبحثية. وبيضم الحرم الجامعي كليات كتيرة، منها الفنون والموسيقى والدراما، الآداب، العلوم التطبيقية والصناعية، الأعمال والإدارة، علوم الكمبيوتر، دراسات المجتمع والتنمية الريفية، الهندسة، التربية، الحقوق، الطب، الموارد الطبيعية والبيئة والدراسات، والمعهد الفرنسي.